تخيل أنه تعطي صديق قريب من قلبك أسرارك، ماشي حتى صديق ولكن كان بمثابة حيط ديال دارك، كان تيحميك وتيحافظ عليك. في الأخر كتفاجأ بلي أنه كان ناوي الشر ديال الدنيا كله ليك. في حلقتنا الليلة غادي تكون قصتنا عبرة ودرس لكل شخص كيتيق أكثر من القياس في أي واحد. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. فقبل ما نبداو في حلقتنا اليوم بغيت نقول رحم الله روحا كرست حياتها للدفاع عن حقوق الطفل والمراه، رحم الله الناشطه الاجتماعيه السيده عائشه الشنا، وللوصايا ديالها كلهم للبنات انهم يحميوا راسهم من ذئاب. اختاريت نترحم عليها ونذكرها في حلقتنا الليلة خصوصا في هذه الحكاية، حيتاش تقريبا نصف قصص هذا البرنامج كيتكلموا غير على ما كانت تدافع عليه هذه السيدة، فرحم الله روحها. وقبل ما نبداو في حلقتنا اليوم بغيت نقول لك اذا كنت جديد على القناة مرحبا بك والدار دارك، واذا كنت من اهل الدار الجملة الشهيرة الدار دارك. وباش ما نطولش عليكم اكثر خليني نقول لكم لنبدأ. انا ماريا، تزاديت وكبرت في مدينة صغيرة وسط عائلة بعيدة على الصراعات، حنا بينا ربعة ديال الخوت، دوزت طفولة مريحة بحال كل شيء حتى شديت الباك ديالي. كان واحد شوية ديال التنمر من العائلة والخوت حيتاش كنت دايها غير في القراية وما فيهاش البسالة، حتى من المراهقة ديالي دوزتها مهذبة وبصمت وبدون مشاكل، كنت إنسانة معقولة. خديت الباك ديالي غادي نمشي لمدينة شوية كبيرة نقرا فيها ومن بعد غادي نشد الليسانس، غادي نتعرف على واحد الشاب واحد مدة زمنية من بعد تفرقت معاه حيتاش بان لي بلي انه ما غاديش نقدر نمشي معاه القدام، ولكن قصتي ما غادي تبدا حتى الماستر. فهاد المرحلة كانت عندي صديقة سميتها نورة اللي كانت اختي او اكثر منها، حيتاش هي اللي كانت قريبة مني، واخا عندي خواتاتي ولكن كل وحدة والعالم ديالها وكل وحدة وكيفاش كتشوف الدنيا ما كناش كنتفاهموا. نورة تعرفت عليها هي وعلي ومهدي، كنا قرينا مجموعين وكنا اصحاب اوفياء، ولكن نورا كانت هي البنت اللي فيهم وهي اللي قريبة مني. جبتها لدارنا، كلات معايا، شربنا، سافرنا، خرجنا، كانت ما بيناتنا واحد العلاقة قوية ديال الصداقة ما كنش كنقدر نخبي عليها حتى شي حاجة، لدرجة انه اذا تناقشت مع خواتاتي كنت كنشكي عليها ونبكي، وهي ديما كانت كتواسيني، كانت كتعنقني وكتقول لي انا راختك وماشي صاحبتك. المهم من بعد الماستر غادي نتفرقوا حيتاش هي كان خاصها ترجع لمدينتها وكذلك انا، بقينا حنا صحاب على تواصل الصيف كله عن بعد. من بعد بديت كنقلب على الخدمه وما غادي نلقاها غير في المدينه فين كتسكن نورا، غادي نقولها ليهم وفرحوا ليا كاملين. من بعد درنا واحد النهار باش انه نتلاقاو في واحد المدينه باش نبدلوا الجو، فعلا تلاقينا ودوزنا نهار زوين. من بعد مهدي غادي يمشي لعند نورا يقول ليها بلي انه ماريا كتعجبني وبغيتها المعقول، وهي دابا خدمات وانا مازال ما سهل عليا الله وما عارفش واش نقولها ليها ولا لا. غادي تجي عندي نورا وتقول لي راه مهدي كيبغيك ومشحال هادي وراه تيقول عليك انتيا بنت الناس ومربيه وناوي معاك المعقول. صراحه باش ما نكذبش حتى انا كان تيعجبني، ولكن كنت نقول بلي انه الصداقه اللي كتجمعنا احسن من هادشي كامل. تجرأت وغادي نمشي ندوي معاه ووافقت وخليت بيناتنا هاد العلاقه ديال المعقول ونقيه لواحد الوقت اللي يقدر يلقى حتى هو خدمه ويتقدم لي عند دارنا، وهادشي كله حيتاش نورا دعماتو عليا وشجعاتو، حيتاش كيف قلت لكم هي بالنسبه ليا كانت اختي. بعد مده ماشي طويله ديال الخدمه غادي يعيط لي المسؤول ويقول لي راه محتاجين اللي يخدم معانا وبغينا يكونوا ثلاثه ديال الناس. سبحان الله ثلاثة ديال الناس هما نورا ومهدي وعلي، غادي ناخذ السيفي ديالهم وغادي نعطيهم لهاد المسؤول، غادي يدوزو امتحان وغادي يتقبلوا، غيبداو معايا الخدمة حتى دوزنا عام مجموعين بلا مشاكل والضحك والنشاط. ومهدي كان باقي عند كلمته وباغيني المعقول وكنتسناو الصيف باش انه نتوكلوا على الله. وتخيلوا فين ما جا كان تيقول لي شي حاجة اولا كانت كتخصني غير بوحدي كنت نمشي كنجري عند نورا وكنقول لها راه مهدي شنو قال لي وشنو قال لي وشنو قال لي، كنت نعود لها التفاصيل ديال حياتي. واحد النهار غادي عيط لي مسؤول وقال لي شوفي راه كتخدمي مزيان وكتعجبنا خدمتك والمعقول اللي فيك، وراه دابا بغينا نحطوك شاف ديال الفرقه اولا مسؤوله على الشركه، وها شنو غديري وديري وديري. طبيعه الحال شكون اول واحد غادي يعرف؟ نورا. مشيت لعندها كنجري وعبرت لها على فرحتي وبديت كنعود لها بالتفاصيل وباللي حتى الصالير غادي يزيدوني فيه، ما خبيت عليها حتى حاجة. طبيعة الحال صاحبتي عنقاتني وباستني وقالت لي تستاهلي كل خير وفرحات لي واحد الفرحة يمكن
اختي وما ديرهاش ليا. المهم من بعد خرجنا عطلة، انا كنوجد باش انه نمشي نشوف دارنا في المدينة الاخرى، حتى كيدوي ليا بابو تيقول ليا ما تجيش حيتاش راه تقاسينا بكوفيد. بقيت تما، مهدي مشى لدارهم، علي حتى هو، بقات غير نورا حيت هي اصلا كتسكن في هذه المدينه. المهم بدينا كنخرجوا مجموعين، تمشي عندها، سافرنا نشطنا، ونهار اثنين غادي نرجعوا للخدمه. رجعنا كنلقى كل شيء مقلوب راسا على عقب، المسؤولين اللي فوق مني ما تيهضروش معايا، وبالنسبه ليهم انا انسانه اكس. مشاو الوعود وكل شيء، الوعود نتاع الترقيه، ما بقيت فاهمه حتى حاجه. غادي نمشي عند نورا وغادي نقولها ليها، قلت لها مسيو اكس مالو معايا، علاش تقلبوا عليا، علاش داكشي اللي وعدني به ما داروش. بدات كتقول لي سمعي يا ماريا، راه هما ما فيهمش الثقه، والفرنسيين كاع هكاك دايرين، تيقولوا شي حاجه وتيرجعوا فيها. وانا تنقول لها علاش طمعوني بحال هكا، وبابا مريض وانا كنعاونو. بقيت كنشكي عليها وتنبكي، علما انه مهدي من ديما تيقول لي حضي راسك منها. واخا حنا صحاب بربعه، هو كان تيبان ليه شي حوايج اللي كيبينوا بلي انها كتغير مني، ولكن انا عمرني ما رديت البال. غادي يدوز شهر 7 8 9 نفس المعامله مع المسؤولين، تجاهي كيتجاهلوني، كنصيفط ايميلات ما كيجاوبونيش عليهم. واحد النهار علي الصديق ديالنا قال لي بلي انا راه كنشك بلي انهم مور هادشي كله ما غادي تكون غير نورا. كنقول ليه قول لي اي حاجه من غيرها، هي ما يمكنش، هذيك راه اختي. فباش يتاكد ليا هو المهدي غادي يمشيو يهزوا ليها ديك الكود ديال الكونت ديال الايميلات ديالها وحلوا ليها. واذا به كانت تفاجئ برسائل اللي كتصيفط للمسؤولين، ماريا ما كتخدمش، ماريا مع علاقه بمهدي، ماريا والمهدي راه كيديروا شي حوايج مخيلين للحياء في المكتب، ماريا كتبرزط الفريق، واذا خليتوها فيه غير غادي تخربق كلشي وغادي تخرج عليكم. وراه عاودت ليا شنو حتى كنتو قلتوا ليها بالضبط، وبدات كتعاود ليهم داك الشيء كامل بالتفاصيل اللي كنت كنعاود ليها على الشركه وحطت ليهم كيف ما هو. انا تما تصدمت وما قلت حتى شي حاجه، قلت منها الله وقطعت علاقتي بها، وهي نوعا ما فهمت شنو وقع. ما بقيناش كندويو، وقلت مع راسي صافي، اذا هي بغات بهذه البلاصه اللي كانوا بغاو يعطوني غير تديها، انا تنقول غير حسبي الله ونعم الوكيل فيها، حيتاش ربي عالم بمعزتها عندي وباللي عمرني ما اهديتها، وهي غدرتني في ظهري. ولكن القصه مازال ما سالات، داز الوقت ماشي بزاف، وغادي تصيفط ايميل للمسؤولين كتقول لهم بلي انه اليوم غادي نخرجوا حنا بثلاثه، وراه قلتها لفلانه، وانا ما كان في راسي والو، هضرات بسميتي وهي اصلا ما كدوش معايا. غادي نمشي عندها وغادي نقول لها علاش درتي سميتي اخر مره ديريني فيها، وهي دير راسها بحال حكرت عليها، وبقات كتغوت والناس اللي خدامه حدانا كيسمعوها بحال زعما انا حكرت عليها وبغيت نضربها. انا اصلا كنت مريضه بالاعصاب فاش شفتها كيفاش دارت لي وبغات تحط عليا داك الباطل، ما تحملتش وسخفت. مهدي فاش شاف هادشي ما عجبوش الحال، غادي يدخل وغادي يتناقش معاها، وقال ليها كاع داكشي اللي حصلنا عليها، سيري انتي هضري مع المسؤولين ودمعي عليهم وقولي لهم باللي ماريا سباتني وما خلات فيا غير اللي نسات، ومن ظهري كان واحد الشاف عزيز عليه انا، قال ليها ما يمكنش ماريا تسبك وانتي درتي ليها شي حاجه. قالت ليه لا ماشي هي سباتني ولكن المهدي، غادي نوضو يجريو عليه من الخدمه بسببها. لما جراو عليه في ديك اللحظه انا تهرس، حيتاش كنا تنبغيو بعضنا وكنا مخططين لحوايج كثار وتابعنا الزواج. كنت كيف الحمقى كنشارك معاها كل شيء، نهار خديت الطوموبيل هي الاولى تنقول لها اختاري معايا من الطوموبيل ناخد انا ومهدي، قربتها لحياتي لواحد الدرجه ما كانش خاصني نديرها. مهدي خرج وبقى بلا خدمه، حالتي الصحيه كتدهور، مرضت في عيني ونات لي حبوبه، وليت كنمشي نداويها من الداخل وحتى على برا بالفقصه والاعصاب. ولات كتوقف في وسط البيرو وكتقول لهم 2021 عندنا مسؤوله ما مزياناش والخدمه ما غاداش مزيان، ودابا ابتداء من 2022 كل شيء غادي يتبدل وانا اللي غادي نولي مسؤوله هنا. وانا كنت كل شيء تنسمع على ودني، ما قديتش نصبر. بابا مريض كيدير دياليز خصني نعاونو، وانا مرضت في عيني، ومهدي اللي عولت عليه ما بقاش خدام، يعني ما عليا خير نصبر واخا ما بقيتش قاده. كنت محطوطه وسط واحد الامر ما تيسمحش ليا باش انني نتخلى على الخدمه، حتى من علي غادي يحط الاستقاله ديالو وغادي يخرج، حيت ما قدرش يصبر من مورا هادشي اللي وقع من الضغط. بقيت غير انا وياها وناس وحده اخرين. واحد النهار غادي نقرر باش انني نمشي ندوي معاها، حيتاش بغيت نواجهها. لبست حوايجي مشيت لدارهم، دقيت عليها، حلات ليا وانا تنبكي. قلت ليها عافاك بغيت غير نعرف شنو درت ليك، علاش جبتي ليا صداع وتسببتي لمهدي باش انه يخرج، وبديت كنشكي عليها. تخيلوا باش جاوبتني، واش حياتك بغيتيها ديما تكون مقاده؟ دوقي شويه المشاكل. وهنا بحال حليت واحد الباب ديال الحقد والحسد
وبدات عليا. انت ديما حياتك مقاده، انت عندك كل شيء مقاد، كل شيء تيحماق عليك وعزيز عليه، وحتى من فوسط مصحابنا كنت انت هي الاميره. مهدي كيحماق عليك وديره فولار وملتزمه وكتبني ديما احسن مني، وانا تنخلي ما تندير حتى حد ما كيتسوق ليا. ونزيدك راني كنت تنصورك انت والمهدي، وكنت كنصيفط للمسؤولين وكنقول لهم بلي انت ما خداماش، وداكشي اللي كتقولي كامل على الشركه كنت كنسجلو كنصيفطو ليهم. ويلي هادشي كله وانا ما كايناش في هاد العالم، بقيت غير حاله فمي. تصرفخت في هاد اللحظه وراسي تيقول لي جمله واحده، شنو كديري عندها في الدار؟ بما انها دارت هادشي كله يمكن دابا دير لك اي حاجه وطيح عليك شي باطل. فاش غادي نوض نبغي باش انني نخرج، قالت لي سمعي نزيدك وكلتك حتى عييتي في كرشك، ولكن حتى حاجه ما بغات تشد فيك، سحرت لك حتى عييت، وحتى ربي راك عزيز عليه ما بغاش يأذيك. في ديك اللحظه خرجت تنجري، شديت الطاكسي وصلت للدار، دخلت لبيتي تنهرس كل شيء وكنبكي، وتنقول ديك البنت اللي ساكنه معايا هرستني نورا، هرستني. كنبكي كنبكي حتى سخفت. لما رجع ليا الوعي كنلقى ديك البنت باقا حدايا وكتقول ليا عافاك خرجي من ديك الخدمه، راه اذا بقيتي فيها غادي تحماقي. من مورا هادشي كان خاصني ندير واحد العمليه أو لا شبه عمليه صغيره باش انني نحيد بحال ديك الحبوبه اللي ناطت ليا في عيني. المهم درتها وليت بخير، وهنا فين قررت باش انني نحط الاستقاله ديالي ونخرج. نهار فاش انا اللي قررت باش نحطها حسيت براسي عيانه وما قدرتش نتنفس، حلقي دارني وفيا سخانه. غادي ندير التيست وغادي نلقى بلي انني تقاسيت بكوفيد. جلست 15 يوم في الدار، من بعد انتشر في الخدمه وسدوها حيتاش كلشي مرض. بقينا شهر ونص نخدمو غير من الدار، شهر ونص بعيده على ستريس وعلى ديك السيده. هذا الوقت كامل كان كافي باش انني نقد افكاري ونستوعب فاش كنت وشنو خصني ندير. رجعت للخدمه تلاقيت بهذاك المسؤول اللي عزيزه عليه انا، وبقات يدوي معايا كل نهار وشنو كاين، لدرجه انني قدرت نتقرب منه عمليا ونقول ليه بانكم ظلمتوني وظلمتو مهدي وما سمعتوش لينا وسمعتو غير بطرف واحد. المهم بداو تيحسوا بتانيب الضمير وبداو تيحسوا بلي انهم ظلمونا وبلي انا كنا غاديين مزيان، ولكن صراحه غير حنا هزينا يدينا من الخدمه كل شيء رجع للور، وحتى شي حد ما بقى تيخدم. وفين ما جاو تيهضروا معايا تنقول لهم ما بقيتش مسؤوله، بما انكم حيدتوني واختاريتوا انسانه واحده اخرى تحملوا قراركم. فمن بعد ديك العطله هي رجعت قويه، انا رجعت حالتي غلاضيت وزدت في 10 كيلو ما فيا ما يتشاف، وهي حسات بلي انها ربحات ودارت شي حاجه وما كانش عارفه شنو ربي كان مخبي ليا. نهار فاش غادي نبغي نمشي نحط الاستقاله ديالي غيقول لي المسؤول ديالي صبري معنا اسبوع وغادي تشوفي كل شيء بعينيك. قلت واخ ماشي مشكل. غادي عيط ليه فداك الاسبوع المسؤول الكبير ديال الشركه وقال لي قولي مهدي رجع باي ثمن وباللي بغى غير يرجع، حيتاش ضيعنا واحد العمود على الشركة كانت معتمدة وما بغيناش نضيعوك حتى انت. فرحت حيتاش من بعد 5 شهور غادي يرجع، قلتها ليه ما بغاش حيتاش ظلموه، غادي يعيطوا عليه هما مباشرة وغادي يعتذروا منه ومني. وفاش جا الوقت باش انه يرجع كان عندي هذاك النهار هو العيد، مشيت خرج شريت حوايج جداد فرحانة، دخلت داك النهار الخدمة وانا حسيت بواحد 20% من كرامتي رجعت. وقفت نور على مهدي وقالت ليه علاش رجعتي؟ قال لها انت مولات الشي؟ قالت ليه وانا ما فراسيش. قال ليها سيري دوي مع الشاف ديالك. مشات ما عرف شنو قالوا ليها رجعت صفرة. المهم بقيت تنرجع للمرتبة ديالي الاولى والاضواء بداو كيتحطوا عليا من جديد، واي واحد بغى شي حاجة كان كيتشاور معايا، اما هي بدات كتحس براسها غادية اللور. مؤخرا غادي يجيو المسؤولين ورجعوني انا اللي مسؤولة على واحد الفئة من الشركة، ومهدي حتى هو شد بلاصتو مزيان، عائلتنا تعرفوا مع بعضهم، وان شاء الله ناويين اننا نتخطبوا في الاشهر اللي جاية. ولكن مهما داكشي كله نورا ما اعترفاتش بالغلط ديالها، ما بغاتش تقاد وباقا كتحفر من مورايا ومازال ما سلماتش. مؤخرا لقيت في كاسي شي حاجه حاشاكم خانزه وكانت بيضه، وليت كنفكر بصح انه نحط الاستقاله ديالي ونخرج، حيتاش بصح ما بغيتش نتاذى في صحتي ونفسيتي، وانا عارفه بلي انه لدابا وفي هذه الساعه نورا كتخطط لشي حاجه ديرها مع واحد خينا في الخدمه حتى هو كان صديق ديالي ودابا ولا كيتصنت ليها. انا حاليا تنقول غير يا ربي راني وكلتك امري، وانت وعالي وعالم بلي انا بريء من اي حد وما درت في هاد الصحاب غير الخير وجبتهم يخدموا معايا، ودابا راهم تيكيدوا ليا وانا في البيرو وليت خايفه من كل شيء. بالليل ديما تنحلم غير بالفاعي تيدوروا لي على عنقي، انا دابا تالفه واش نحط الاستقاله ديالي ونخرج اولا نصبر وربي كبير. ما عرفتش لدابا شنو ندير، لدابا حتى حد فيهم ما عرف بلي انه انا ومهدي غادي نتخطبوا وناويين باش اننا نتزوجوا قريب ان شاء الله، حيت ما بغيت حتى حد يهرسني من جديد. اما مصطلح الصحابات تلقاو عندي من القاموس، وليت مريضه بالشك وما بغيتش نبقى في هاد الدوامه، وليت بصح خايفه من غدا شنو يقدر يوقع ليا او اللي يقدر يوقع للمهدي.
هادشي فعلا مرضني. وهنا فين كتسالي حكايتي، انا دابا في انتظار انني اقرا التعليق ديالكم والاراء ديالكم باش توجهوني شنو ندير. وهذه هي حكايه نوره مع غدر الاصدقاء او لا غدر الصديقه ديالها. كيقول لك وكم من رجل تحسبه صديقا وهو بالف عدو، وكم من رجل تحسبه عدوا وهو الصديق الصادق الصدوق. نصيحه لكل متتبع وكل متتبعه، اختاروا اصدقائكم، اختاروا بعنايه اصحابكم، لانه الصاحب ساحب، يا اما الخير يا اما الشر. ما نختاروش اصدقاء اللي هما يصفقوا علينا وحنا طالعين وناجحين، حيت في هذه اللحظه كلشي تيصفق ليك، حتى من ابليس كيصفق ليك وانت طالع. ولكن نختاروا اصدقاء اللي يقدروا يمدوا لينا يديهم وحنا كنطيحوا ويقولوا لينا نوضوا. واذا وقفت قدامنا الدنيا هاد الصديق يعاديها من اجلنا. في نظركم علاش سمي الصحابي الجليل ابو بكر الصديق بالصديق؟ حيت وقف مع سيدنا رسول الله لما عادته الامه وصدقه هو. فانت محتاج هاد النوع ديال الناس اللي يكونوا لك سند وعون وظهر على شتكة وسلاح. واكيد الاسلام كيمنعك باش انك تكون هاد النوع ديال الاصدقاء او الناس عموما اللي تيغدروا. وهاد الرساله موجهه لك ماريا. اما عنك ما تقوليش باللي انك خايفه من الاذى تاع هاد الانسانه، انا تنقول لك ما تخافيش وما تدخليش لراسك باللي هاد الانسانه تقدر تقضي عليك بالسحر ديالها، حيت ربي مادام ما كتبوش لك واخا تجمع السحره نتاع العالم كله ما غادي يقضي فيك حتى شي حاجه. ودليلا على هذا راكي حكيتيها باللي انها حاولت تاذيك وما قضاش فيك داك الشيء، وهذه اكبر كرامه لك من عند مولانا. غير هو اياك ثم اياك انك تخلي ماكلتك او لا كاسك او لا اي حاجه كتخصك في البيرو ديالك او لا حداها او لا تغيب عينيك عليها للاحتياط باش انك ما تاذيش شي حاجه توكلها لك. واكثر من هذا حمي راسك بالاذكار والقران صباحا ومساء، وكان وعدك انه باذن الله ما غادي يوقع لك حتى شي حاجه. يا متابعين يا كرام، ما كرهتكمش انكم تعطيو الراي ديالكم تنتم الخاص لماريا، توجهوها تقولوا لها شنو دير. ربما نقدر نكون اخطات انني نقول لها استمري في هذا العمل، هي محتاجه انها تسمع الاراء ديالكم. ماريا خليك قويه بمولانا. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.